وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. من هيئة أمهر الإعلامية نبدأ نشرتنا بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يدشن حملة البصمة الخضراء لهذا العام. صد النهضة الكبير نداء وطني لاستقلالية اقتصادية. إثيوبيا تشارك في اجتماع وزراء الرياضة لدول البريكس. بكم مجددا مشاهدينا الكرام. من هيئة أمهر الإعلامية إليكم بنشرة الأخبار، تابعوا معنا. دشن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد حملة لقرص 7.5 مليار شتلة خلال موسم الخريف لهذا العام في إطار مشروع البصمة الخضراء في موسمه السادس. وشهد حفل التدشين الذي أقيم في مكتب رئيس الوزراء حضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين إضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. وتضمن الحفل استعراض تقرير عن القطاع النباتي في إثيوبيا، تبعه العرض الأول لفيلم وثائقي يلتقط جوهر التأثيرات الإنسانية لهذا المبادرة الوطنية المهمة. وقال رئيس الوزراء في كلمته: هدفنا لهذا العام هو الوصول إلى 40 مليار شتلة، مما يعني أننا بحاجة إلى زراعة 7.5 مليار شتلة بشكل جماعي في دورة الزراعة هذا العام. وأضاف: نحن بحاجة إلى تغيير في النموذج والعقلية لتحقيق التغيير الذي نريد أن نراه في مساعينا الرامية إلى تحقيق الإرث الأخضر. وأكد: بالنسبة لأي شخص يريد أن يترك إثر للأجيال القادمة، يتعين علينا الاستثمار في المستقبل اليوم. وأوضح تقرير وزارة الزراعة أن نسبة القطاع النباتي الحالية في إثيوبيا وصلت إلى 23.6% مقارنة بنسبة 17.2%، وتسعى الحكومة لإيصاله إلى 30% بحلول عام 2030. منذ إطلاق رئيس الوزراء أبي أحمد مبادرة البصمة الخضراء، نجحت إثيوبيا في زراعة 32.5 مليار شتلة ضمن جهودها الرامية إلى الحد من التغيرات المناخية ومخاطر الجفاف والاحتباس الحراري. وجه مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الكبير نداء لجميع المواطنين للمشاركة في الأعمال المتبقية للسد، مؤكدا على أهمية التعاون الشعبي لتحقيق الأهداف المنشودة. وفي هذا السياق، عقد مكتب تنسيق سد النهضة الكبير بالتعاون مع هيئة منظمات المجتمع المدني اجتماعا مشتركا لمناقشة سبل استكمال الأعمال المتبقية للمشروع. أثناء الاجتماع صرح الدكتور أرقاوي برهي مدير عام المكتب بأن سد النهضة الكبير سيساهم في تحرير إثيوبيا من الديون والمساعدات الأجنبية، مما يوفر للبلاد استقلالية اقتصادية تامة. وأكد على ضرورة إشراك جميع المواطنين في استكمال المشروع لتحقيق هذا الهدف. وأوضح رقاوي أن المشروع يتطلب مشاركة نشطة من المجتمع لضمان تشغيل جميع التوربينات 13 وتوليد الطاقة المطلوبة. وأضاف أن سد النهضة الكبير يعد رمزا لسيادة والمساواة والعدالة في إثيوبيا، وشدد على أهمية دور المنظمات المدنية في هذا السياق، مطالبا إياها بمواصلة جهودها لتحقيق النجاح الكامل للمشروع. وخلال الاجتماع تم تقديم ورقة بحثية بعنوان فخر إثيوبيا تناولت سد النهضة الكبير، بالإضافة إلى وثيقة ركزت على أعمال حماية البيئة لمستجمع مياه المشروع حيث تمت مناقشتها من قبل الحضور. ترأس وزير الثقافة والرياضة كجالة مدرسة وفد جمهورية إثيوبيا المشارك في اجتماع وزارة الرياضة لدول مجموعة البريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجالات الرياضية وتعزيز التنمية الرياضية والروابط الشعبية. وأعرب وزير الثقافة والرياضة خلال الاجتماع عن سعادته بعضوية إثيوبيا في مجموعة البريكس، مشيدا بجهود جميع المساهمين في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وقد ناقش وزراء الرياضة في مجموعة البريكس خلال الاجتماع سبل تعزيز التنمية الرياضية والعلاقات بين الشعوب، بما في ذلك تنظيم المسابقات الرياضية متعددة الأوجه والمحلية التي يمكن أن تلعب دورا أكبر في تعزيز الصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء. كما أكد الوزراء على أهمية المستوى العالي للمنافسة والتنظيم، مشددين على الحاجة إلى إنشاء أشكال جديدة من الأحداث الرياضية في دول البريكس. وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الثقافة والرياضة كجيلة مردسة نظيره الروسي ميخائيل، وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال الرياضة. رئيس الوزراء يفتتح معرض تصنيع وابتكار المنتجات الطبية المحلية لتعزيز الإنتاج الوطني. مزيد من التفاصيل محمد نور جمال.
افتتح رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد يوم السبت الماضي معرض تصنيع وابتكار المنتجات الطبية المحلية في قاعة الألفية بأديس أبابا، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة بدءا من الإصلاحات الرامية في تعزيز الإنتاج المحلي للمستلزمات الطبية والأدوية. وصرح رئيس الوزراء أنه نظرا لارتفاع الطلب على المنتجات الطبية في البلاد فسيكون من المربح الاستثمار في هذا القطاع، وقال إنه من الضروري تشجيع أنشطة إنتاج الأدوية والأدوات الطبية لخلق مواطنين أصحاء ومحبين للتنمية. مدانيت لا يمن سرا وسرا بتموال لا درجة قال تدقفنا قال تمرة 120 مليون هزبيزن. في بلد يبلغ عدد سكانه 120 مليون نسمة، إذا لم يتم دعم وإدارة الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الأدوية بشكل كامل فسنكون في مشكلة. في إثيوبيا لا يوجد تطلعات للإنتاج الأدوية فحسب، بل هناك أيضا قدرات كافية لإنتاج الأدوية والأجهزة الطبية إذا أتيحت فرصة السوق وتم إصلاح السياسات الحكومية المتعلقة بإنتاج الأدوية وتم مشاركة الأفراد وأصحاب الأعمال القادرين في هذا القطاع فسيكون من المربح إنتاج الأدوية في إثيوبيا. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة دعم الشركات المحلية مذكرا أن إثيوبيا لديها معرفة بالطب التقليدي منذ قرون عديدة. ومن جانبها أكدت وزيرة الصحة الدكتورة مقدس دابا في افتتاح المعرض أن الهدف الرئيسي من هذا المعرض هو دعم رواد الأعمال المشاركين في تصنيع الأدوية محليا وجلب مزيد من المستثمرين في القطاع الصحي. يكزيبيتشن باقراتشن بهكمنا قبات ممرت لي يتسماروتن ياقرست أمراتش اندستريوتش لما تناكر لما دقف. الهدف الرئيسي للمعرض هو دعم الصناعات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية محليا والترويج لمنتجاتها، وكذلك لزيادة الحصة السوقية وزيادة الطلب على المنتجات المحلية للتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الإمدادات الطبية والأدوية، كما يهدف لخلق بيئة مواتية للروابط التجارية، ونحن مستعدون لتسجيل نجاح فرص الاستثمار في هذا القطاع. ويستمر المعرض الذي ينظمه وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية مصنعي الأدوية الإثيوبية لمدة 6 أيام، ويشارك فيه أكثر من 110 مصنعا محليا في القطاع. وكشفت وزيرة الصحة في وقت سابق عن أن الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية في إثيوبيا وصل إلى 36%، معلنة عن التطلعات لزيادة هذه النسبة لتلبية الطلب المحلي وتصدير الأدوية إلى الدول الإفريقية. تشهد العلاقات في شرق إفريقيا تعاوناً وتبادلاً في مختلف المجالات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تتميز علاقات دول شرق إفريقيا بالتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، وتعمل أيضاً هذه الدول على تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، كما تتعاون أيضاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. قال العميد السابق في كلية الفنون في السودان عبد الرحمن عبد الله شنغل أن التواصل المباشر بين الدول يجب أن تكون متواصلة. حقيقة الفنون التشكيلية لا تنفصل عن بقية أصناف الثقافة الأخرى، كموسيقى، كمسرح، كشعر، كرواية، كلها بعتقد أنها مرتبطة مع بعضها البعض. وهذه طبعا هذه من الأدوات في العصر ده من الأدوات السهلة أن توصل الرسائل وتوصل المعلومة للناس بصورة مباشرة، لأن العالم بيعتمد على الصورة أكثر. فهذه بعتقد أنها من الأشياء اللي ممكن نستخدمها نحن في التقريب أو في وحدة هذه الشعوب حول أهداف محددة نحو السلام والمحبة والتواصل، دي كلها ممكن تخدم في القضية دي. فالفنون عموما ما بتنفصل عن التاريخ الصغير. وقال أن التفاهم مع أعضاء دول شرق إفريقيا دائما إيجابية. كل الناس شغالة في مجال الدبلوماسية الشعبية اللي هو مجال بيهتم بالمجتمع حقيقة بعيد عن السياسات والتقاطعات دي، وبيهدف لتنمية المجتمعات والرقية وتعايشها مع بعض وفهمها لبعض والنبذ السالب اللي بيفرق الناس والتركيز على الإيجابيات اللي بتجمع الناس. يعني أعتقد أن شعوب المنطقة وجدان واحد، أصلها واحد، تاريخ واحد مشترك، فده كله بيعزز فرص التلاقي وفرص أن الناس كلها تنصهر. يعني كل زول بيكون عنده ما يميزه، لكن الشيء العام بيجمع الناس، الوجدان العام بيجمع الناس، سواء كان في الموسيقى، في التشكيل، في التاريخ، في العلاقة الاجتماعية،
دي كلها ممكن توحد الناس. وأضاف أنه كان هناك تجارب لتحسين التعاون بين الدول الجوار في شرق إفريقيا في مجالات مختلفة. وزمان بدينا مشروع اسمه بلو ناي بروجكت، كان مفترض نبدا شغل توسيع من ليكتانا لحد الخرطوم، لكن ما رأنه مع اتحاد تشكيل أسيوبيين، وبدينا مشروع برضه باتحاد الفنانين التشكيليين في القرن الأفريقي اللي هو كان نحن والأسيوبيين وقعنا، كان باقي أريتريا وجيبوتي والسودان، لكن للأسف ما تم. فبعتقد إن المشاريع زي دي زي ما قال أخونا مناضل من دائرة رعاية ودائرة في مظلة كبيرة، يكون في جزء كبير بيهتم بالمسائل دي، يعني من كل بلد يكون في نفر أو نفرين، شخص أو شخصين أو ثلاثة، يضعوا استراتيجية كاملة لها على ضوء الناس تبدأ تشتغل. فبتمنى إنه لقدام التاريخ أنا بالنسبة لي واضح إنه مثلا ماشي بأسلوب كويسة، رغم التباطؤات الكثيرة رغم الإشكالات، لكن الشعوب إحساسها ببعض ما تغير بوجودنا هنا وتجاربنا هنا، حقيقة حسينا بأنه فعلا نحن جزء واحد. وتشهد العلاقات السياسية بين هذه الدول تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتسعى للتعاون في مجالات التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة، وتحرص على حل النزاعات بالطرق السلمية وبالتشاور المشترك. مشاهدينا الكرام، تنتهي تقاريرنا لهذا اليوم، ونذكركم بالعناوين. رئيس الوزراء يدشن حملة البصمة الخضراء لهذا العام. إثيوبيا تشارك في اجتماع وزراء الرياضة لدول البريكس. سد النهضة الكبير نداء وطني لاستقلالية اقتصادية. أعزائنا المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم، وكانت معكم نازريت كندش، إلى اللقاء. Oh, 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 oh